السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بداية كل الشكر للإخوة القائمين على المشروع المعرفي دراسة بيت المقدس، روادا ومدرسين وعاملين وطلبة. كذلك للشكر للإخوة القائمين على هذا الملتقى وهذا المؤتمر الذي أتاح لنا استخدام الالتقاء بالعديد من الإخوة والتعرف على المزيد من العاملين لقضية بيت المقدس ومزيدهم الأقصى المبارك والمضحين في سبيل ذلك بأوقاتهم وأموالهم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بالفتح القريب. وكذلك الشكر موصول لجامعة اسطنبول صلاح الدين زعيم على استضافتها لهذا المؤتمر وللإخوة الحضور. عنوان وقت في هذا اليوم هو أثر التكامل السياسي والمعرفي في فتح بيت المقدس، ويتركز الحديث عن مرحلة التحرير الصلاحي لبيت المقدس الذي سبقتها جهود عماد الدين ونور الدين زنك من الناحية السياسية، وجهود الكثير من العلماء والمربين والمصلحين من الناحية التربوية والمعرفية كما ذكر الدكتور ماهر وكما استظهر معنا في هذه الورقة. تظهر خلال هذه الدراسة أن تركز الجهود للقادة السياسيين والتربويين، وأنا أريد أن أتحدث عن جانب تربوي إصلاحي معرفي من ناحية، ومن ناحية أخرى الجهود السياسية والعسكرية. تظهر أن جهود المصلحين في تلك الفترة والسياسيين تركزت على قضيتين أساسيتين، هم دعم الأتلمة فكرية ودعويا وتربويا، والثانية هي إعادة وحدة المسلمين وخاصة في مصر والشام. ومن أبرز الذين قاموا بهذا الدور إمامين جليلين عظيمين هو الإمام الغزالي، الإمام محمد الغزالي، الإمام الأول الغزالي، وكذلك المجاهد الأخصب والبورصقي. تبين الورقة بداية معالم سياسية واضحة، نظرة سريعة للطابع السياسي والعسكري في تلك الفترة، ثم تفصل القول في جهد الإمام الغزالي، ثم جهد الإمام البورصقي، ثم طرق الاستفادة وآليات الاستفادة منها في واقعنا المعاصر بإذن الله عز وجل. فقط محطات تاريخية سريعة أشير لها سريعا لنفهم الواقع السياسي، ولن يكون قد جاوز الواقع السياسي، ثم نفصل في الجانب المعرفي والتربوي. يظهر معنا أن الفاطميين قد استولوا على بيت المقدس في 1098، أي أن بيت المقدس سقطت وهي تحت حكم الفاطميين بعد أن استولوا عليها بسنة واحدة. طبعا معروف لديكم احتلال الصليبيين المسجد الأقصى المبارك في 1099 ميلادية 492 هجرية. بعد الاحتلال تقريبا ب30 عام ظهر عماد الدين زنكي وبدأ بإنشاء الدولة الزنكية. نور الدين زنكي سيطر على مصر بعد 3 حملات متتالية، يعني مصر لم تسلم للمسلمين وللدعاة في الجولة الأولى، احتاجوا إلى 3 جولات متتالية حتى استقرت الأمور في مصر للمسلمين وللدعاة. ثم بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي سيطر على حدث بعد وفاة نور الدين زنكي بعض الإشكاليات الداخلية، اضطرت صلاح الدين الأيوبي لتأخير مرحلة التحرير 10 عاما جديدة. إخوان الأمر يعني قد يكون الآن هذا في واقع الآن يمر فيه، قد يكون بعض منا يستعجل، قد يكون بعض منا قلق عليه المحنة، لكن صلاح الدين الأيوبي فقط خطأ، أو يعني خطأ قليل حدث بعد نور الدين زنكي اضطر لتأخير التحرير 12 عاما جديدة. ونعرف معركة حطين 583 هجرية، والفتح الرباني ودخول المسجد الأقصى المبارك سلما في 27 رجب 583-1187 هجرية. أخذ الدروس المستفادة من هذه المرحلة، طبعا هي توحيد الأمة والبلاد الإسلامية خاصة في مصر والشام. عندما بدأ عماد الدين زنكي في هذا المشروع كثير من السياسيين والعسكريين في حينها شككوا في هذه الوحدة، قالوا وحدة المسلمين في واقعهم الحالي وواقعهم المعاصر قضية شبه مستحيلة، لكن عماد الدين زنكي كانت الرؤية في باله واضحة، بفضل الله عز وجل ربنا أكرمه في التأسيس لهذا المشروع الذي أثمر تحرير بيت المقدس. إعداد الكتاب التحرير، الصبغة الإسلامية للقيادات السياسية والعسكرية، تظهر المصادر التاريخية أن معظم القيادات السياسية والعسكرية والقضائية في زمن عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين يغلب عليها الطابع الإسلامي الملتزم. الحنكة السياسية، وهذه من أكثر من تميز بها صلاح الدين الأيوبي، عقد كثير اتفاقيات مع الصليبيين، أعضاء القوى الصليبية لتوحيد المعركة بتشتيت الجهود، حتى أن أعضاء الجبهة الداخلية حاول أحيانا أن يسترد الأسرة الحاكمة أو بقايا الأسرة الحاكمة خوف من حدوث خيانات أو يعني مملكة داخلية، استعان ببعض الإصلاحات أو الإرضاءات الداخلية. فلا يظهر معنا تصحيح أسلوب الحكم وإحياء الشورى وعدم الانفراد باتخاذ القرارات،
تميز في هذا الامر قادر استثلاث اعمال الدين نور الدين وصلاح الدين الايوبي، كان مستوى الشورى عندهم واضح، اشراك العلماء في الحكم، اشراك العلماء في الشورى، حتى يعني تذكر بصدر التاريخية ان مجالس هؤلاء القاده كانت مليئه في العلماء او فيها يوجد فيها علماء باستمرار، في علماء في استشار العلماء واصحاب الراي والشورى. توفر الامن والعدل والحريات العامه، هذا يعني توفر العدل والحريات للامه تنجز وتوفر كل طاقاتها. ننتقل الآن إلى الجانب التربوي أو المعرفي، ونظهر ونتكلم عن جانبين أساسيين، الإمام الغزالي والإمام البرسقي. كما يخفى عليكم الإمام الغزالي هو حجة الإسلام، صاحب كتاب إحياء علوم الدين، محمد بن محمد محمد الغزالي، ولد 550 وتوفي 550. إخواني، الإمام الغزالي توفي بعد سقوط بيت المقدس حوالي ب 15 عاما فقط، وقبل التحرير بتقريبا 75 عام، لكن رضي الله عنه أسس لهذا التحرير وأسس الجيل الذي قام بهذا التحرير. وسيظهر معنا ذلك أن البرسقي هو وذلك يظهر معنا أن البرسقي كذلك توفي في 520 هجرية، يعني كان قبل التحرير بسبعين عاما، لكن جهودهم وأثارهم كانت طيبة وأظهرت وأدت إلى هذا التحرير. سأتكلم عن الإمام الغزالي بشكل نقاط، ما هي أبرز الجهود التي قدمها الإمام الغزالي في هذا الجانب؟ سعى الإمام الغزالي رضي الله عنه إلى بيان أصل المشكلة التي تعاني منها الأمة الإسلامية. كثير من العلماء والمصلحين السابقين كانوا أحيانا يتحدثوا عن مظاهر المشكلة أو عن نتائج المشكلة. جاء الإمام الغزالي وركز على أصل المشكلة وقال أن أصل المشكلة التي تعاني منها الأمة الإسلامية في ذلك الوقت هو غياب العلماء الربانيين، غياب العلماء العاملين للآخرة غير الساعين لمصلحة دنيوية أو لمنصب دنيوي. وقال إن وجود هؤلاء العلماء ووجود هؤلاء المصلحين كفيل بأن يصلح الأمة وأن يخرج جيل كامل من النصر والتحرير. في هذه القضية شابه الإمام الغزالي مالك بن نبي، مالك بن نبي شابه الإمام الغزالي، كأن الإمام الغزالي قد طرح مسألة قابلية الهزيمة أكثر من الهزيمة، كما ناقش مالك بن نبي القابلية للاستعمار أكثر من مظاهر الاستعمار. فالإمام الغزالي كأنه يقول أن الأمة كان في ذلك الوقت عندها قابلية للهزيمة، فلهذا جاءت الهزيمة كنتيجة. فهو سعى إلى علاج أصل المشكلة وليس علاج المظاهر. كذلك تميز الإمام الغزالي رضي الله عنه بإيجاد معالجات عملية، يعني صناعة وقيادة الفعل. فالإمام الغزالي لم يقدم فقط حلول نظرية، وإنما سعى إلى تطبيقها عمليا. بعد رجوع من الخلوة في بيت المقدس والشام، أنشأ مدرسة خاصة له في سمرقند، وبدأ يدرس بها مناهجه. هذه المدرسة وهذا المنهاج التربوي الجديد الذي وضعه في التربية تأثرت به كثير من المدارس والمصلحين في حينها، ومن ضمنها مدرسة العدوية التي أثرت في أكراد العراق. المعلومة لدينا أن صلاح الدين الأيوبي هو كردي، يعني حتى أن كان صلاح الدين الأيوبي هو أحد نتائج الإمام الغزالي ومنهجه الجديد في التربية وفي التوجيه وفي الإصلاح. كذلك في فترة الإمام الغزالي انتشرت موجة من التعصب والتعصب في المذاهب الفكرية أو العقدية أو الفكرية، فجاء الإمام الغزالي وعمل جاهدا على تخفيف هذا التعصب. إخواني، في تلك الفترة كان لا يخفى عليكم موضوع المذاهب سواء العقدية أو الفقهية، فسعى الإمام الغزالي بشكل واضح إلى تخفيف هذا التعصب، ودعا إلى قضية أساسية وهي التي تسمى في واقعنا الآن قبول الآخر. يعني نعم، قد أحمل وجهة نظر فكرية أو وجهة نظر عقدية معينة، لكن الآخر إن كانت عنده وجهة نظر أخرى مبنية على أصول شرعية صحيحة وسليمة فهي مقبولة شرعا ومقبولة عقلا. فالأصل أن إن لم نتعاون أن يتقبل كل منا الآخر. تميز الإمام الغزالي كذلك بدعوته إلى تكامل العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية، وقال أنهما قال أن العلوم العقلية يعني العلوم العقلية والطبيعية كالأدوية، والعلوم الصحية والعلوم الشرعية كالغذاء. فدعا بشكل في ذلك الفترة كذلك ظهرت موجة من التفريق بين العلوم العقلية والعلوم الطبيعية والعلوم الشرعية، فجاء وأكد أن العلوم العقلية والعلوم الشرعية هي تنتج من أصل واحد وهي القسمين مطلوبين ومرغبين شرعا. كذلك إخواني، النقطة الأخيرة التي تميز بها الإمام الغزالي كما يظهر هذا البحث تكامل أفكار العلماء والباحثين بدل تناقضها.
الإسرائيلي في تلك الفترة، وهو قد تكرر هذه القضية أحيانا، أن كانت عدة وجهة نظر في إصلاح الأمة الإسلامية وفي الوصول إلى نهضة الأمة وفي الوصول إلى تحرير بيت المقدس، الذي سعى إليه الإمام الغزالي أن تتكامل هذه الأفكار، أن تتعاون، أن تتساعد، إن لم يكن كذلك أن يقبل كل منها الآخر وصولا إلى تحرير بيت المقدس. كان الإمام الغزالي رضي الله عنه مؤكدا على قضية أن لا ننشغل بخلافات داخلية، أو أن لا ننشغل باختلاف وجهات نظرنا وتضيع جهودنا داخليا. كان يؤكد أن لكل منا وجهة نظر فكرية، وجهة نظر إصلاحية يعمل بها، يقدم من خلال وقته وجهده وماله، ولكن الأصل أن تكون كل جهودنا متجهة نحو التحرير، متجهة نحو القضية الكبرى والخلافات الداخلية. طالما أننا متحدين في أصل الفكرة وفي الهدف، فالأصل أن نتعاون فيما بيننا. يمكن أن هذه الأفكار الخمسة الأساسية التي تميز بها الإمام الغزالي في الجانب التربوي والجانب التأصيلي العلمي المعرفي. ننتقل الآن إلى جهود المجاهد آقسنق والبرسقي، يلقب بقسيم الدولة والي الموصل. تميز الإمام البرسقي من أكثر ما تميز به في التأسيس لوحدة الجبهة الإسلامية من خلال توحيد الموصل وحلب. فالإمام المجاهد آقسنق والبرسقي كان مملوكا، أصبح جنديا، ثم أصبح واليا. كذلك يظهر هذه التميز الإمام البرسقي، عنده رؤية واضحة وعنده همة عالية، وينتقل من مملوك إلى والي الموصل ثم يوحد الموصل وحلب. هذه أمر متقدم في حينها، وسيظهر معنا الآن كيف كانت همته عالية، وكيف كانت رؤيته واضحة، كيف كان عمله متكاملا، كيف كان عمله خالصا لله ولهذه الأمة. أبرز ما تميز به كما قلنا هو تأسيس الوحدة الإسلامية، والآن سيظهر معنا حتى شهادات بعض المفكرين الغربيين الذين شهدوا للبرسقي أنه بتوحيده هذا قد أسس لإنهاء المملكة الصليبية في بيت المقدس. تميز البرسقي كذلك بهمته العالية وعمله المتواصل الدؤوب، قاتل الخارجين عن سلطان الدولة، قاتل بعض الفاطميين، وحتى أنه عندما خرج لفك الحصار عن حلب، همته العالية أثرت في كثير من الولاة والقادة في حينه. فالولاة والقادة في ذلك الحين كانوا كثير منهم منشغلين في مصالحهم الدنيوية، عندما رأوا همة وعزيمة المجاهد آقسنق والبرسقي والوالي آقسنق والبرسقي، كثير من هؤلاء الولاة والقادة تحرك فيهم الحمية الدينية، تحرك فيهم الوازع الديني لنصرة الأمة ونصرة المسلمين، وخرج الله لفك الحصار عن حلب. بعدما فك البرسقي الحصار عن حلب، كانت عنده رؤية واضحة فأنه لا يعمل فقط في الجانب السياسي والعسكري، وإنما يعمل كذلك في الجانب السياسي وفي الجانب الاجتماعي والإصلاحي. بعدما فك الحصار عن حلب، خرج الصليبيين وإلى منطقة قريبة، فالمجاهدين المعصوم البرسقي قالوا يا إمام نذهب نقاتلهم. قال لا، انتظروا قليلا، نصلح أحوال حلب، نتخذ أوضاعها السياسية الاجتماعية الاقتصادية، ننشر العدل، ننشر الحريات، وبعد ذلك يمكن أن نتفرغ لقتالهم. وفي كل المناطق التي سيطر عليها إمام البرسقي والتي حررها إمام البرسقي، كان يسعى إلى هذا الأمر، إصلاح الأوضاع سياسيا اجتماعيا اقتصاديا، نشر العدل والحريات. كذلك تميز بعدم التخطيط وعدم الاعتماد على ردات الفعل، كما تظهر معنا في كانت رؤيته واضحة، ولم يكن يملك الأفعال وتصرفاته عبارة عن ردات أفعال، وهذا قد يكون هو الذي أحدث البرسقي لهذا الأمر. كانت رؤيته واضحة وعمل واضحا، يسير عليها بخطى واضحة وخطى ثابتة، ولا يعتمد على ردات الأفعال أو على مجرد ردة الفعل للصليبيين. وهذه كذلك النقطة التي تكون المهمة في حياة المجاهد البرسقي، هو صدق العهد مع الله عز وجل. عندما حصل الصليبيين حلب، كان أهلها في حالة من الضيق الشديد والكرب الشديد، حتى تذكر مصادر التاريخ عن حرق المصحف وعن تمزيق المصحف وعن أكل الميتة. فخرج أهل حلب إلى الولاة يستنصرونهم، يطلبون منهم النصرة، فلم يجدوا منهم نصيرا. عندما وصلوا إلى الإمام البرسقي، قالوا له يا إمام نريد منك النصرة. قال كان الإمام البرسقي في حالة صحية، مريض تعبان جدا ومريض جدا، فمنع دخول أحد عليه. عندما جاءوا في الحلبيين قال إذن لهم، عندما دخلوا عليه قال يا إمام نعاني، الصليبيين حاصروا حلب، قتلونا، شردونا. فقال عهد على الله علي، لأن أعاد لي صحتي لأبذلن جهدي في أمركم. فلم تمضي ثلاثة أيام حتى كتب الله له الشفاء التام،
تتحرك بجيشه وفك الحصار عن حلب وبعد ذلك وحدها مع الموصل لتكون تأسيس وحدة الإسلام الوحدة الإسلامية. وكذا كما قلنا نصف المؤرخ ستيفن نسمان أن هذه الوحدة كانت هواية ما بعد قام لما قام بعد إذن من فشان من دولة إسلامية. وأن أصل الجزء الأخير من هذه الورقة وقد يكون هو الجزء الأهم وهو كيف يمكن أن نستفيد من هذه الجهود في الإعداد للفتح القادمة. إخواني الخطوة الأولى والأهم في الإعداد للفتح القادم كما بينها الإمام الغزالي وكما بينها الإمام البرسقي هي في عودة الأمة لشرع ربها ومنهاج نبيها صلى الله عليه وسلم على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، استعداد أفراد الأمة علميا وفكريا وتاريخ قضيتهم وواقعها والدور المطلوب منهم. إخواني هذه القضية نحن كسفراء ورواد لبيت المقدس قد تكون من أبرز القضايا، أن الأمة الإسلامية الآن بحاجة إلى أن تقول لك ما هو الدور المطلوب مني. أنت عندما تخطبها عن بيت المقدس عن واقعها عن تاريخها يقول لك أنا ماذا أفعل؟ توعية الأمة وتوعية الشعوب وتوعية جميع المخاطبين بالدور المطلوب منهم. كثير من الأمة تريد أن تفعل وتريد أن تقدم لكن تقول ماذا أقدم؟ دور السفراء والرواد والعاملين لبيت المقدس أن يقدموا للأمة أمور عملية، عليكم أن تفعلوا هكذا وهكذا وهكذا، وهذا هو دور القادة والمصلحين. تهيئة الأمة للوحدة بينها وإزالة الحواجز، التخطيط والاستعانة بمراكز الأبحاث، التراكم العلمي والمعرفي والتدرج فيه. وهذه القضية تظهر خاصة في القضايا الكبرى، القضايا الكبرى تحرير بيت المقدس، تحرير سوريا، تحرير مصر، القضايا الكبرى إخواني تحتاج إلى تراكم وإلى تدرج. أنت في القضية أنت في الأمر في دفعة واحدة، لا بد من التراكم ولا بد من التدرج. النقطة الأخيرة أسألها وأكد أهمية التكامل وتنسيق الجهود بين جميع العاملين لقضية بيت المقدس ولقضايا فلسطين ولقضايا الأمة الكبرى. كما قلنا قد نختلف في وجهات النظر، قد نختلف في الأولويات، قد نختلف في الوسائل، لكن طالما أن الهدف واحد والأساس واحد يجب أن تتعاون هذه الجهود، يجب أن يقبل كل من الآخر حتى نصل بإذن الله عز وجل إلى تحرير المسجد الأقصى المبارك ودخوله فاتحين، وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا في جند بيت المقدس.